كابتن ابراهيم يوسف اللي بنحييه طبعا ونتمنى له كل التوفيق مع نادي غزل المحله لانسيون، واللاعب عمرو رمضان. يبقى 3-5-2 نادي غزل المحله، في المقابل ايضا 3-5 تعادل سلبي ما زال قائم حتى الان في محاولات من غزل المحله او المنتخب المصري، وكانوا مميزين جدا وكانوا ورجع لاجواء اللقاء والمحله وبتروجيت. محمد كوفي جوه جول، محمد كوفي الهدف الثالث ليه في هذا الموسم. متابعه جميله من كوره ثابته من رميه التماس يا جماعه، عملوها منظومه هجوميه رائع جدا جدا. بص شوف متابع كمان علي محمد كوفي اللاعب الديفندر اللي بيتابع وعنده قدرات وعنده طبعا مميزات اللعب على الثلاث خشبات. ادي المتابعه حاططها ببطن القدم لكنها كانها ركله جزاء بمنتهى الدقه والاتقان والمدربين. والحوار قائم ما زال بين طه بصري المدير الفني القائد طبعا فني لنادي بتروجيت واصحاب الارض في هذا اللقاء نادي غزل المحله بالقياده طبعا الفنيه الجديده لابراهيم يوسف بعد طبعا كابتن صلاح الناهيم قدم اعتذاره. كابتن ابراهيم يوسف مش اول مره كابتن ابراهيم يوسف صاحب المهام طبعا الصعبه جدا، وهو طبعا من ابناء كوره مفيش تسلل. احمد عبد الرازق عفوا مشهور احمد من لمسه واحده. محمد كوفي اسلام ودوران يا ولد، قدرات وتصويبه يا ولد، يا سلام على الكوره، يا سلام على التصويب، يا سلام عليك يا محمد يا كوفي. ايه يا ابن ده الراجل استلم وعمل الدوران والكنترول والتسديد والتصويب في المرمى والعرضه بتمنع كوره الثاني. هو اللاعب ده يا جماعه، ده لاعب خطير جدا محمد كوفي. إيه كده مفيش حد احسن من حد، متعادلين في كل شيء يا جماعه. ممكن هنا محمد يونس يلحق كورته وتبقى الخطوره قائمه. محمد يونس وزع في الناحيه العكسيه، مصطفى حجاب ابعاد بعيد جدا. رضا متولي، محمد كوفي نص الملعب. رضا لو سيطر على كورته وكرة تطوعه كان ممكن قوي جميل، ورغم ان الراجل مصاب وقلت لكم اداء رجولي ومش خايف الراجل طبعا من الاصابه ومش خايف ان هو حاططها منتهى الاداء الرجولي ومنشنها. هدف جميل 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 من الاهداف الدوري المصري 2008 لما تعادلوا 2-2. نتابع الهجمه ونشوف محمد كوفي استلام، محمد كوفي تسديده تمشي الكوره. نوح سيام او نوهان سيام، سيام صاحب القميص رقم 31 يلعب اول، ونشوف تعادل ايجابي 2-2 في مباراه جميله مثيره هنا في استاد المنصوره ولا غزل المحله تضر بمصالح الكره المصريه وبمصالح الانديه. اتلعبت من كوفي الثاني، بتروجيت يكشر عن انيابه، بتروجيت وكوره الثاني، كوره الثاني لسه بقول محمد كوفي موضوع كبير، وان بتروجيت فريق كبير والكبير كبير يا بتروجيت، الكبير كبير يا محمد يا كوفي يا لعيب يا كبير. هدف جميل و2-2، وقت التاريخ بيقول يقدر يرجع 2-2 بالفعل بتروجيت. يا سلام على الجول، يا سلام على الجمله، جمله ايه ضربوا فيها ديفنس المحلويه واتحطت في البلايند سايند او في الجانب الاعمى وحطتها راسيه ومفتح عينه اللاعب عيب كبير يا جماعه محمد كوفي. لما يبقى عندك لاعب يلعب ليبرو وهاف ديفندر وتحت الفراوده ويكمل ويبقى سكورر او الهداف الفريق يبقى قيمه كبيره جدا. هو اللاعب المميز محمد كوفي نجم نادي بتروجيت. يطلع له يغير تغيير الملعب في الجانب العكسي، محمد كوفي نجم طبعا هو رجل المباراه الاول، هو المان اوف ذا ماتش مفيش كلام، رجل المباراه الاول لاعب محمد كوفي لاعب نادي بتروجيت كل حاجه في الكوره بيعملها. هاني عبد الله، هاني عبد الله حاول المرور، محمد كوفي يا ولد يا لعيب مش ممكن. بقول لحضراتكم في النواحي الدفاعيه هو حاضر موجود، في النواحي الهجوميه هو حاضر موجود محمد كوفي، ورجع بقى سير دبال. كل حاجه يا جماعه، كل حاجه في الكوره عند محمد كوفي. محمد كوفي مره ثابته وعمرو رمضان عامل مشكله، وممكن اخر هجمه نشوفها ونتابعها مع حضراتكم. اتلعبت في الناحيه العكسيه محمد يونس، ويونس محمد يونس لسه بيحاول وعمل كنترول